مدرسة كرداسة الرسمية للغات. كرداسة الرسمية للغات. في طرقة واصلة ما بين المبنيين يا فندم، أنا مصورها ووريتها للأبنية، قالوا لا صالحة، وإحنا قافلينها دلوقتي بلوحين أبلكاش عشان الأولاد ما يعدوش عليها، وهي أصلا قايلة للسقوط متكسرة من الأربع أركان. يعني كرداسة قول لي فين يا فين يا أحمد؟ مدرسة كرداسة الرسمية للغات. متشكرة يا أحمد والله، حي تليفونك ده مهم جدا. بص يا أحمد، إن شاء الله أنا هروح أزور المدرسة بنفسي. بعد استجابة وزارة التربية والتعليم لطلب برنامج هنا العاصمة، ذهبت كاميرا البرنامج مع مسؤول الأبنية التعليمية لتفقد أوضاع مدرسة كرداسة التجريبية للغات، وبالفعل بدأت بعدها أعمال التطوير بالمدرسة، ولكن ثمة تخوف صار يصيب أولياء الأمور لتأخر أعمال التشطيبات بمختلف المباني الدراسية، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الذي تفصلنا عنه أيام قلائل. بعد الزياره اللي تمت وادوا توجيهات ان يحصل صيانه شامله للمدرسه، اسندوا الموضوع للمقاول، المفروض يصير مدرسه 3/7. السنه المدرسه 3/7 كلمنا المهندس، قال يا جماعه انا هسلمكم قبل الدراسه باسبوع. طب الدراسه 27 قبلها باسبوع، يعني قبل العيد. وضع المدرسه ما حضرتك شفتي كده، تحت مفيش حاجه كامله، مفيش حمامات كامله، الديسكات كلها بره. طب خطوط المايه ما اتمددتش، لسه المواسير مركونه، ما عنديش خط ميه حريق، ما عنديش خط ميه شرب. طول الوقت بنيجي متواجدين في المدرسه زي ما انت شايف الوضع. يمكن النهارده بس بدات الحركه شويه، لان من امبارح عرفوا ان كاميرا السي بي سي جايه. فهذا الوضع مستحيل هتسلم ولا 1/10 ولا 10/10 كمان على الوضع اللي احنا شايفينه في هذه المدرسه. فنرجو، مش عارفين دلوقتي هل ممكن اولادنا هنوديها فين. المدرسة وجدناها أيضا تعاني من مشكلات عدة، منها قلة أعداد المدرسين وغياب شبه تام للأنشطة المدرسية. في عجز مدرسين، طب أكلم مين؟ كلمت الإدارة في المدرسين، قالوا إحنا بنعين 30,000. طب ال 30,000 تعينوا ما نبناش منهم مدرسين ثلاثة، وحضرتك المسرح المدرسي إلى الآن محول لمخزن للكتب. يقول الابنيه محولاه. طب انا ذنبي ايه ان انا ما عنديش انشطه؟ اوضه مجال صناعي مقفوله بقى لها 8 سنين، زراعه ما فيش مدرس زراعه، رسم بيسيبوا المنطقه نائيه والمدرسه مش موجوده الا في منطقه جبليه وبين مقابر، المدرسين بيهربوا. كان من المفترض ان ناتي الى هنا ونشير الى هذه المشاهد بنظره ايجابيه، لكن اياد التراخي والتباطؤ حول فرحه الاباء بهذه التجديدات الانشائيه لكابوس لا يريدون رؤيته. خالد جمال هنا العاصمه.